السلام عليكم مشاهدين الاعزاء، انا ساره سيد لقمر الشوفين. انا جيد يا جماعه. تمام، النهارده الفيديو غريب شويه. طبعا انا فيديوهاتي اللي انتوا عارفيني منها ان انا بعمل فيديوهات الوكاله او الباله او شي ان، بس النهارده الفيديو بيتكلم عن ان شي ان من الباله. يعني انا كنت بشتري حاجات من الباله فلقيت منها حاجات شي ان اللي ورايا دي، فيلا بينا نبدا نشوف انا شفت ايه، وكمان لقيتهم اصلا على السايت. يعني الحاجات اللي انا لقيتها اصلا بتتباع لسه على السايت، فطبعا انا كساره لازم اقارن بين الاسعار واحس كده ان انا كسبت حاجه، مع ان اصلا شيء ان في الاساس ان انا بشتريه اصلا رخيص، فما بالكم بقى ان انا اشتريت ارخص من اللي انا بشتري ارخص منه. فهمتوا الجمله دي؟ يعني انا بشتري شيء ان الباله طلعت ارخص من الموقع اللي انا اصلا بشتريه، يعتبر ارخص لبس بشتريه هو لبس شيء ان اساسا. فتعالى نشوف بقى. يلا تمام، انتوا خدتوا بالكم من كلمه ايه الباله؟ يعني انا ما لقيتهمش في الوكاله بس، لا انا اشتريت كذا قطعه شي ان من كذا مكان. فتعال نشوف اول قطعه. اول قطعه معايا وهو التيشيرت ده، طبعا انا كنت لسه لابساه وغسلاه، فهو استنوا هعدله علشان هو انا لسه جايباه من على حبل الغسيل. يعني بصوا لسه غسلاه اهو. ده اشتريته من الوكاله، كنت شارياه من ستاند 35 جنيه اهو، واللي هو الستايل اللي هو ده، وكان جديد، وبصراحه انا بلبسه كتير قوي وقماشته حلوه تمام، ولقيته على السايت. بس لقيت شبهه وكان في حدود 29 ريال، وانا شارياه ده من ستاند 35 جنيه، فاضربوا بقى فرق العمله، لان انا مش هقول السعر بالتحديد لان احنا عاملين في تزايد عملات وتعويم جنيهات، فمش هعرف خالص ان انا اقول بكام جنيه بالظبط يعني عشان مبقاش كذابه. نيجي بقى على الجيبتين الحلوين دول، تعالى نتكلم على دي. الجيبه دي انا اشتريتها بالوزن وجديده خالص، جديده خالص ماشي، وكان هي المفروض يكون معاها حزام، كان المفروض يبقى معاها حزام عشان في هنا بتاع كده، بس انا ما جاش معايا الحزام، بس مش مهم عشان انا ما خدتش بالي اصلا. المهم بقى ما علينا، انا عرفت ان هي هتبقى معاها حزام من الموقع ماشي، اشتريتها وبعد ما وعجبتني قماشتها، لان انا كنت بدور على جيبه سودا البسها، وبعد ما عجبني قماشتها لما روحت لقيتها ان هي فعلا طلعت شي ان، طلعت شي ان ومقاس لارج، يعني مقاسي شي ان وطلعت مقاسي، اللي هو يعني بصوا كنت جايباها بالوزن في حدود 75 جنيه تمام، بالوزن 75 جنيه لقيتها سرشت عليها في الموقع مش فاكره كانت بكام، مش فاكره كانت بكام، بس كده كده هحط لكم، هحاول احط لكم صفحه السيرش من على شي ان في الحته دي علشان انا ناسيه ماشي. اتكلم بقى على تالت قطعه وهي دي. تالت قطعه دي انا اشتريتها، وطبعا النقشه دي هي منتشره على شي ان قوي، فانا اول ما شفتها برده كان في محل بيبيع بالوزن، اول ما شفتها قلت دي شي ان، استلقيتها مقاسي ودي كانت مقاس 6 ماشي، وعملت عليها ريفيو قبل كده، بس لسه مش عارفه انا هلبسها ازاي لان هي قصيره شويه، هي قصيره شويه فهي عايزه بقى بوت وشتا، فانا لسه ما لبستهاش. طيب يا ساره دي كانت بكام؟ دي كانت على الوزن ب 50 جنيه عشان هي خفيفه، خفيفه وقصيره، كانت ب 50 جنيه اللي هي ستايل اللف ده، وموجوده على الموقع لحد دلوقتي. طيب انا مش عارفه هم بقوا من الباله ازاي، يعني انا اللي عارفه ان لبس الباله بيبقى هو جاي من بره، وناس مثلا بيبقوا متبرعين بيه او بيبيعوه باسعار مخفضه، او بيبقى هو موجود اصلا على جودويل، وبعد كده الحاجات اللي بتبقى بتفضى من جودويل بيبعتوها على الامارات كده احنا بناخدها. ده اللي انا القصه اللي انا عارفاها، لكن حاجات شي ان دي راحت على الباله ازاي معرفش بقى عن طريق اللي انا قلته قبل كده ولا لا. بس كده هو ده كان الفيديو بتاعي، ان انا ممكن اشتري، وفي حاجات تانية اصلا على فكرة شاريها من شي ان في البالة من البالة، بس انا اصلا ناسية، يعني ناسية، يعني انا كنت بفضي الصيفي والشتوي، كنت بحط الشتوي بدل الصيفي، فانا من النوع لما باجي انظم الهدوم بحط شي ان لوحده ولبس الوكالة لوحده، بحب كده، بحب احطهم في الكيس بقى. فلقيت حاجات انا شارياها من البالة بس هي شي ان، فقلت ايه ده، فقلت نعمل فيديو بقى ايه نتسلى مع بعض كده. طبعا تستغربوني ان انا ماسكه ميه وبشرب حبكه قدام الفيديو بتاع، انا عندي سقوطه
كنت لسه هتجيلي، فقلت الحق نفسي واشرب ميه علشان مش عارفه هي الزغده جات لي من ايه، وفجاه بتجيلي في الفيديو كده، فشربت ميه عشان الحق نفسي. وبس كده، وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم وتابعيني الفيديوهات الجايه. يلا باي باي. بينا اول قطعه معايا، وهو الهاي كول او هاي نيك ده، انا بحبهم قوي، بس انا كنت شارياه لغرض معين هوريه لكم دلوقتي. بصوا، اولا رقبته طويله وحلوه قوي، وطري طري على الجسم ومش بيشف، ومضلع كده يعني، هو مخطط بس هو قماشته مضلعه تمام. وانا بقى اشتريته علشان كنت لبست عليه ده، يعني انا خرجت بيه فعلا ولبست فوقيه ده. ده برده تيشيرت من شي ان اوفر سايز، انا جايبه كده كده اكبر مقاس عشان انا بحب الحاجات التول تبقى واسعه. ولبست ده تحت ده، يعني لبست التول فوق الهيكول ودخلت الهيكول في البنطلون، كان شكله حلو قوي. فدي برده فكره حلوه قوي للجامعه، وحاجه يعني مش منتشره قوي، ان انت تلبسي حاجه طول وتحتيها مثلا قميص، او تلبسي عليها تحتيها مثلا بيزك مخطط او مشجر او اي حاجه، فبتبقى برده شكلها حلو قوي للمحجبات تمام. وممكن تلبسيها على جيبه برده، يعني الستايل ده ينفع ده او ده، بس انا لبست عايزه بس اعرفكم نقطه صغيره قوي، مش معنى ان انا بصور في الشارع يبقى التصوير سهل، لا التصوير مش سهل خالص. انا بيحصل لي مشاكل كتير قوي وانا في الوكاله، ويعني ساعات بيحصل خناقات، وساعات بقعد استاذن الناس، وفي ناس ما بتوافقش، وفي ناس بقعد اخبي الموبايل وانا بصور علشان اصور مجرد الهدوم. انا كصوره يعني ما بحبش اصور وشوش الناس اصلا علشان دي خصوصياتهم. يعني مثلا مش هتكون مثلا صاحبتي بتقول انا ما بشتريش حاجه من الوكاله، والوكاله دي ما بشتريش منها خالص ولا اعرف مكانها، بعد كده اصحابها يلاقوها ظهر عندي في الفيديو هي عماله بقى تقول بكام ده يا معلم، وعماله تشتري بقى وكده. فاحبش اظهر الناس، كل واحد براحته. فبس كده تمام. تعالى بقى دلوقتي هوريكم انا اشتريت ايه. اشتريت اول قطعه اشتريتها هو الجاكيت ده، استنى ابصه اهو. الجاكيت ده عباره عن جاكيت باستيك من تحت واستيك من الكمام، وبسوسته عجبني قوي. هو مقاسه يعني ايه، مقاسي بالظبط، هو المفروض يكون مقاسه واسع شويه بس هو مقاسي بالظبط.